بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السادة الحضور، اسمحوا لي بداية أن أتوجه بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، ولسمو الشيخ الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي. أشكر بداية على الدعوة لهذا المؤتمر الهام وعلى حفاوة الاستقبال، والشكر موصول بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن شعب مصر لما تقدمه الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا من دعم ومساندة للشعب المصري. السيدات والسادة، إنه يسعدني أن أكون اليوم بينكم في دبي. دبي مدينة السعادة، مدينة الرخاء، مدينة الأمن والأمان، لحضور فعاليات مؤتمركم السنوي، مؤتمر الحكومات، ولأتحدث معكم عن تجربة مصرية، تجربة شعب استشرف مستقبل، وحكومة تلبي طلب هذا الشعب في استشرافه للمستقبل. تجربة مصرية، رؤية لبلد يبني مستقبله بإصرار وعزيمة، بلد يكتب صفحة تضاف لتاريخه وثقافته وحضارته. السيدات والسادة، إننا في مصر بدأنا البناء متحدين كل التحديات، واثقين بالله وبشعبنا. بدأنا خطة إصلاح اقتصادي تستهدف التنمية المستدامة واحتوائية للمجتمع كله، لتحقيق معدلات نمو ولتقديم نموذج اعتمد هذا النموذج على رؤية قائد إرادة الشعب. شعب أكد مرات ومرات عن استشراف مستقبله، وانعكس ذلك على نتائج استفتاء دستوره، انتخابه لقيادته بشبه الإجماع، على تقبله بإصرار لإصلاح اقتصادي كان من ضمن خطواته رفع الدعم الجزئي عن المحروقات والطاقة وتقبله. أبهر العالم عندما صار في تمويله لمشروع قناة السويس الجديدة، حيث تم تجميع 8.5 مليار دولار في 8 أيام، محققاً رقماً قياسياً في أسواق المال والأعمال والأموال. إن رؤية الحكومة لاستشراف المستقبل يجب أن تتبلور ببرامج زمنية واضحة ودقيقة، تتابع بكل تفاصيلها وتعكس آمال الشعب وطموحاته لبناء دولة حديثة ديمقراطية. إنها حكومة ملتزمة ومنضبطة، تخدم شعبها بصدق وإخلاص وتصارحه بكل أبعاد الموقف والتحديات والنجاحات والإخفاقات. تتقبل النقد، تعترف بالأخطاء إن وجدت، ولا تتكابر ولا تدافع عن خطأ. تنسف الوساطة والمحسوبية، تؤمن بالشفافية والحوكمة. السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أعرض في ومضات سريعة رؤية حكومة مصر في الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والإداري. رؤية مصرية صممت على معطيات وتحديات الواقع، اتخذت من العلم
معاييره ونظرياته، ومن إتقان العمل والجهد والإصرار آليات تنفيذه. إن برنامجنا يعتمد على ركائز أساسية ثلاثة. أولاً، إصلاح هيكلي للموازنة العامة للدولة برفع الدعم التدريجي مع تصميم شبكة للحماية الاجتماعية لحماية طبقة الفقراء والمهمشين. إصلاح ضريبي عادل وثابت وواضح معاييره. إدماج للاقتصاد الغير رسمي ليصبح اقتصاد رسمي. انضباط مالي للأسس طبقا للأسس والمعايير الدولية. كفاءة لاستغلال أصول الدولة. ثانيا، البدء في تنفيذ مشروعات عملاقة كقاطرة لنمو اقتصادي حقيقي ولخلق فرص للتشغيل تمثلت في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مشروع تنمية منطقة قناة السويس لتكون من أكبر المناطق اللوجستية والصناعية والتجارية في العالم، تنفيذ شبكة من الطرق بأطوار تصل إلى 3400 كيلومتر تنتهي طبقاً لبرنامج زمني محدد خلال عام، لتكون شرايين للتنمية شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، ولتسمح بالتوسع العمراني والزراعي فيما لا يقل عن 25% من مساحة أرض مصر، بدلاً من التكدس في الوادي والدلتا الضيق. بدء استصلاح المرحلة الأولى لمليون فدان من ضمن خطة لإصلاح 4 مليون فدان. التنمية العمرانية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي بمنطقة العالمين ومشروع جنوب مارينا والعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة. ثالثاً، إصلاح تشريعي وتهيئة مناخ الاستثمار بإصدار قانون استثمارات جاذب واضح ييسر ولا يعسر، يفعل سياسة الشباك الواحد، تكون الحكومة وكيلاً على المستثمر في إنهاء تصاريحه، يوفر الأراضي في أسرع وقت لانطلاق المشروعات، يسمح بالخروج الآمن من السوق في حالات تصفية النشاط، لا يسمح بالطعن على العقود التي تبرمها الحكومة مع المستثمر، ويحترم تعهدات الدولة. إصلاح تشريعي بإصدار قانون خاص بمنطقة محور قناة السويس كتشريع للمناطق الاقتصادية الخاصة. خلق وإيجاد آلية فاعلة ونافذة لحل المنازعات التي قد يواجهها المستثمر، بالإضافة إلى حزمة من القوانين، على سبيل المثال للحصر قانون المناجم والثروة المعدنية، قانون تفضيل المنتج المصري، قانون التمويل لمشروعات متناهية الصغر، قانون العمل، قانون الخدمة المدنية، والتي يعكس أكبر إصلاح إداري مر به الجهاز الحكومي المصري ليقضي على البيروقراطية وينسف الروتين. ولا يسعنا هنا التحدث عن مكافحة الفساد والسعي نحو رؤية إصلاح إداري مع الالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة، والتي تستوجب ضرورة عمل المؤسسات بكفاءة وفاعلية وإرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة، هذا بالإضافة إلى مبدأ الشفافية. واتساقاً مع ما ورد بالدستور المصري واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فلقد قمنا بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء، تقوم بوضع وتنفيذ سياسات لمنع ومكافحة الفساد على أساس النزاهة والشفافية ومشاركة المجتمع المدني، وهذا أيضاً يساهم في تحقيق النمو في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. إصدار تعريفة التغذية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
لقد نجحت الحكومة بالرغم من كل التحديات في الالتزام في سداد جزء كبير من ديون الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب، مما يؤكد على المصداقية ووفاء الحكومة بتعهداتها. وكانت الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية وما اتخذته من خطوات جادة سبباً رئيساً في اعتراف مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية بجدية الإصلاح، حيث قامت مؤسسة موديس برفع المستوى وتغيير الموقف المصري للاقتصاد المصري من دولة غير مستقرة إلى دولة مستقرة للأمد المتوسط والطويل. وقامت مؤسسة فيتش برفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من بي ماينس إلى بي بنظرة مستقرة للمدة المتوسطة وطويلة الأجل. وجاءت نتائج الربع الأول من العام المالي 2014-2015 لتؤكد على كل ذلك، حيث حقق سوق المال المصري البورصة أداء فاق التوقعات عن العام المالي 2014 كأفضل أسواق العالم تحقيقا للعوائد، وذلك طبقا لمؤشر مورغان ستانلي العالمي. وكل هذا يؤكد إننا على الطريق الصحيح، ونتوقع بإذن الله تحقيق نمو في عام 2014-2015 في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 4% بالمقارنة للعام السابق الذي حقق 2.2%. كما نتوقع أن ينخفض بإذن الله العجز في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10% بدلاً من 14% من العام المالي السابق. كل هذا يؤكد إننا على الطريق الصحيح. إننا الآن نعد لانطلاق المؤتمر الاقتصادي لدعم وتنمية مصر، مصر المستقبل بشرم الشيخ، لإعلان استشراف الحكومة لمستقبل اقتصادي زاهر بإذن الله، لتنمية مستدامة، لرخاء وأمن وأمان بإذن الله. ندعوكم جميعا لمشاركتنا في النمو ومشاركتنا فرص حقيقية للاستثمار في بلدكم الثاني مصر، بلد الأمن والأمان. إن مصر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة أشد الحرص على مواجهة كافة الصعاب والتحديات، والسير بخطى ثابتة لاستكمال بناؤها السياسي في الوصول للمحطة الأخيرة في خريطة الطريق، وهي انتخاب مجلس النواب. ولقد بدأنا فعلاً إجراءات انتخابات مجلس النواب وفتح باب الترشح، وستجرى الانتخابات بإذن الله خلال شهري مارس وإبريل هذا العام لتكتمل ركائز الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية. السيدات والسادة، إننا متمسكون بالأمل في غد أفضل، متمسكون بحقنا في تنمية بلادنا، مصممون على المواجهة القوية للإرهاب وعودة الأمن والأمان لبلادنا ومنطقتنا العربية بل للعالم أجمع. فالإرهاب أصبح لا دين له ولا وطن له. هذا هو قدر مصر، درعا واقيا لأمتها، حصنا أمينا لمبادئها، منارضا للحضارة والثقافة والتسامح والتعايش ومكارم الأخلاق. هذا هو قدرنا، قادرون بإذن الله على اكتساس جذورها الإرهاب من عالمنا العربي بإذن الله. قولوا معي: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.